أمير مساء الخير أمير. أول شيء إيه الشياكة دي؟ أخيراً أخيراً حسيتي بيا أخيراً. ميرسي ميرسي. أنت زي القمر كالعادة برضو يعني أكيد. ميرسي أمير. أمير تعليقك على غناء علي وهايدي الليلة؟ هايدي من أهم العناصر اللي موجودة في السيزون ده، من أول برايم لفتت نظرنا. صوتها بيجمع بين القوة والجمال والإحساس، التكنيك عندها عالي جدا. الملحوظة الوحيدة على الغنى عندي النهاردة في الحتة ما بقتش عارفة شوية، ما اتحكمتش في صوتها بالشكل المناسب، بس بقية الغنى كان كويس. هايدي رغم إن كلنا بنشهد بإمكانياتها الكبيرة، بس أنا متأكد إن لسه في 30 أو 40% من صوتها ما سمعناهوش لأنها بتخاف شوية، وأنا عارف هي البنت دي أقوى بكتير من اللي إحنا بنسمعه رغم إن اللي بنسمعه قوي. علي يعني علي انا بحبه جدا، اخلاقه عاليه جدا، ما سمعناش اي مشكله حصلت بسببه في الاكاديميه. المنحنى بتاع ادائه بيرتفع بشكل ملحوظ في اخر كذا برايم، حاجه موجوده في علي عايزهم كلهم يعني يركزوا فيها. علي بيغني باستمتاع، بيبقى فاكك مرتاح مركز، فبيوصل الغنى لينا بشكل ايجابي. خساره كبيره جدا لينا النهارده، بس على راي كلوديا يعني دي قواعد اللعبه، بس انا شايف ان احنا هنخسر حد مهم جدا النهارده للاسف يعني. معلش. نعم معلش. شكرا شكرا لك امير. امير شو رايك بهالعمل يلي شفناه؟ يجنن، دمهم خفيف جدا، عاجبني في الدوبلاج على فكره ان هم بيمثلوا في الدوبلاج اللي معمول، وحته القدرات التمثيليه دي للمطرب مهمه حتى لو ممثلش دراما او سينما، لانه بيحتاجها في فيديو كليبس، في حفلاته، حتى في اغانيه، انه يتقمص حالات معينه. وعايز اشكر بيتي طبعا على المجهود اللي عاملاه معاهم، بيتطوروا كل برايم عن اللي قبله. وفي فيلم بتقول كمان انا مستنيه بقى نشوفه في السينما سوا. امير كل ما قطع اسبوع كل ما حسوا الطلاب باهميه التجربه يلي عم يقطعوا فيها، كيف برايك لازم يعيشوها على الاخر؟ هو في جانبين، الاول ان هم لازم يعرفوا ان امتع لحظات الفنان بتبقى البدايات، فما بالك ان هم تحت مسمع ومرأة من الوطن العربي كله، اكيد دي لحظات مميزه جدا لازم يسرقوها كلها، ما يسيبوش فيها لحظه يعني. الحاجه الثانيه ان هم لازم يستفيدوا من فتره وجودهم، مستقبلا هيبقى صعب جدا يبقى حواليهم كل الكم ده من الاساتذه وكل التركيز دي على الحاجات الناقصه اللي عندهم، فلازم يشتغلوا على الجانبين دول، واكيد طبعا كل واحد هيقدر يقعد اطول مده هيستفيد اكتر واكتر، وربنا يوفقهم كلهم. شكرا لك امير.